السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح نتكلم انطباع علي او ريفيو الحق علي. خلاص النهائي بعد يومين او ثلاثة ايام من استخدام الايفون 12 ميني، نشوف كيف شي يقول. طبعا الواحد رجال مش معاي بابا. اوكي السلام عليكم. في البداية البطارية العمر لان تمشيك كجهاز ميني اي تمشيك حرفيا اذا صحيت من النوم فل على الليل على المغرب كذا تشحنها في المرة ثانية وخلاص، يعني شحنتين فل وتمشيك أو إلى المغرب. إيه؟ هذا على استخدام أنت كل شخص، يعني في بعض الأشخاص بيجلس معهم يوم عادي أي على ما يستخدمون واجد ولا جالس يلعب جيمز 24 ساعة ولا جالس يتصفح 24 ساعة. هذا في كل ساعتين كنت هذا يحرق، مو بس هذا بطارية، هذا أي جهاز ثاني. إيه بس أنت استخدامك الحين الطبيعي كيف استخدمته؟ تبعت نتفليكس، تبعت HBO، تبعت يوتيوب، قلبت في تيك توك، طلعت يوتيوب، ديسكورد، جوجل دول، وشو بعد؟ جوجل دول 38% استخدامك له. اي امس انا الليل كله جوجل اليوتيوب 36%. طلعت امشي اتمشى في الليل فوق هذا كله. خمس ساعات تقريبا جوجل دول جلس عليها، وسبع ساعات ونص يوتيوب، وثلاث ساعات ونص اتش بي او ماكس. قاعد اشوف مسلسل. اوكي، على الايفون 12 ميني استخدامه. ترى جبار كذا البطارية. طلعت لا اسمع طلعت، هذا ما كان شحنته فل، هذا ربع ساعات وشوي ما كان شحنته فل، حوالي كان في 70 75 78 شيء كذا. طلعت بالايربودز طبعا وطلعت اتمشى، درجة الحرارة كانت -3. اوكي، وقاعد اتمشى -3، اصابيعي جمدوا من البرد. المشكلة اني مغسل يديني وطلعت يعني بارد بقوة. ما نشفت يديني وطلعت برا جالس اكلم الشباب. هذا حوالي كنت أكلمهم برا يمكن ساعة ساعة ونص، ورجعت البيت هنا وجلست وما هديت الجهاز. جلست هنا وحتى يشحن ولا؟ لا يعني من لين ما جالي شعار 20%. يعني الأربع ساعات دي من 60 إلى 20% جاتك. أوكي ماكس برا طبعا كنت أستخدم ماكس اللي هي السكرين برايتنس عشان وعلى 5G وعلى 5G أوه بعد. أوكي عشان لأنه برايتنس عالي. أوكي ما في إضاءة في الشارع فلازم مش أوكي أتكلم فيديو يشوفون وقتي. أوكي وهذا قاعد يستخدم، وهذا الحين توني لاعب جيم ببجي ماكس كل شيء. ويوم رحت عند الماي شغلت الووتر افكس، يوم هديت الماي شغلت الافكت، رافعني على 4K حاط ريزولوشن 4K تكستشرز مو 4K 4K وكل شيء. وقاعد امشي واستخدم، لعبت الجيم حوالي خدت قريب النص ساعه، نزل حوالي نزل 10% في نص ساعه ببجي. نص ساعه ببجي نزل 10% وما ارتفعت حراره الجهاز، لان حرفيا توي هذا الحين انا توي محول كول اوف ديوتي، يعني ما في حراره عاليه. ليش شلون ببجي هذه؟ ببجي معفنه. بس جنشن امباكت، جنشن امباكت احس انها مور ستيبل من ال11 البرو اللي استخدمته قبل. أو الـ 11 إيه، لأن يمكن الرزولوشن ماله ما بس الـ 12 برو قصدي اللي استخدمته. أوكي. اللي قبل أسبوعين. قبل أسبوعين. لأن يمكن الرزولوشن أنزل، بس حرفيا ارتفاع الحرارة مالته بسرعة، لأن عارف هذا جينشن إمباكت. طيب. في خلال خمس دقائق الجهاز كله حار من ورا. لكن إنزين انطباعك تصوير كاميرا تصورت ولا؟ صورت أمس في الليل. كاميرا آيفون. انتقالك اوكي مثلا من انت الجوال اللي قبل كان عندك انتك ما صورته 12 برو 12 ميني 12 برو صورته. زين تقدر تقارنه بال ما لا بالتن بالنوت اللي عندك نوت 10 بلس طبعا لا ما يتقارن بس نورات كيف لا 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 افضل من هذا ما بقول مليون بالمية بس افضل من يمكن ثلاث ولا اربع مرات في اوفرول يعني تصوير تصوير 12 ميني خمس 10 بلس. خمس مرات في الديتيلز مع اللي هي في اللو لايت. طيب فهذا الايفون 12 ميني كمواصفات الكاميرات اللي مطبق عليه طبق على الايفون 12 نفس الشيء لكن بعد ال 12 البطارية اشوفك انك مصدوم. لو تروح حق جهاز بهالحجم لازم تحط في بالك، انا توقعت انه بجلس 3 ساعات يمكن البطارية او 4 ساعات. لا 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 ما يحتاج تسوي له بيبي ست البطارية هذه ولا تهتم بتستخدمك كجهاز طبيعي. اوكي الجهاز طبيعي لكن الحجم يوم مسكته ذكرني بالايفون 5 وال 5S في ذيك الفترة. معك بس بطارية اختلاف قوي يعتبر. تذكر انا من قبل سنتين محولت على الـ كان تقريبا 6S اذا ما خاب ظني،
كنت حاول احتاج شحن فل ثلاث اربع مرات مع انه اكبر ذاك ترى. اي كان اكبر. كنت حاول احتاج ثلاث اربع مرات شحن فل، كانت بطاريته ممتازه ذاك ترى، كان 89% شيء كذا يعني. ما بنازل عمر البطاريه نفس السواجه. لكن بس ما عليه، هنا كيف البطاريه يعني بانش اللي تعرف اللي يقول لك بانش اباف ذا ويت يعني يلا اقوى من شكله. ما طيب انا اول ما اعطيتني اياه انت تقول، حتى انت ما اعطيتني اياه، قلت مو تعطيني اياه، قلت انت شاك في امور البطاريه خاصه في الفايف جي. شاك في امور البطاريه خاصه في ما بس في الفايف جي عامه، التجول باللي هي البيانات. بس انا استخدمته في البدايه، انا كنت افكر البطاريه حطيت الجهاز قاعد اتابع مسلسلي نسيت، بعدين ما اشوف الا ظلمت الدنيا، جالي نوتيفيكيشن حق الصلاه، شو السالفه، وطالع في البطاريه للحين 30%. وهذه كم استخدمتها اليوم كله، اعطيتني اياه انت كم الساعه 12 الظهر، حوالي 12 الظهر، ولا كان فل الشارج. وهذا تبعت حوالي اربع حلقات من المسلسل. هذا اربع حلقات طبعا هذا مسلسل طويل. طيب اربع حلقات. وثاني حاجة معروف ان اللي ياكل البطارية تنزيل الباك اب، نزلتك النسخة حقتك انت، نزلت النسخة وسويت تحديث للجهاز، هذه الاشياء اللي بالحالة وحملت كم من تطبيق، هذا بالحالة تاكل البطارية دي وجلست عليه. اوكي خذ معك 6 ساعات حوالي كذا اذكر. ما شحنت الاول يوم ما شحنت الا يعني حوالي 7 شيء كذا 8 كل. اوكي لا ما انا دقيقه انا ما ينخاف على البطارية. لا معلي، بس انا انطباعي كنت اقول للاشخاص اللي يبون جهاز شغل خفيف مرة، افتح بانك ماشين هو الأشياء دي، أخذ الايفون 12 مني. لكن تبي شغل قوي، أوكي تبي شغل قوي، أخذ الايفون 12 العادي. الآن أنت بالنسبة لك كلام حقك لا، يعني حتى شغل العادي يكون الايفون 12 مني. لا ما يرد ولا يقول لك شيء، ولا يعني استخدام طبيعي. الايفونات الثانيين بطاريتهم ممتازة جدا، بس هذا بطاريته طبيعية عادية ما فيها شيء. بس ما في مقارنة بهالجهاز يعني، عطني مقارنة. ما في واحد جهاز بهالسايز بهالحجم في نفس هالعمر. طيب عمرها تقدر في أعمار حق بطاريات موجودة في السوق نفس ذي يعني جهاز من الأجهزة؟ لا الكبر لا. استخدام مش كبر الجهاز علي، ركز معي شوي. قصدك بطارية؟ إيه المدة البطارية، مدة استخدام البطارية. يعني مثلا جهازك أعلى منه بثلاث ساعات أربع ساعات جهازي؟ إيه كم لا لا جهازي مثلا يقول لك الاستخدام يعني الفول تشارج، فور تشارج يعني مع البلاي باك وهذا يمكن اخلصه في حوالي 7 ساعات في البلاي باك. البلاي باك ما بقوي 7-8 ساعات، وهذا يوصل له 5-6 ساعات نفسه. يعني نفسه قريب من واجد. أدري الأرقام ما يعني دازن لاين أب، بس قريب من واجد. يعني الايفون 12 أقوى من الجهاز. وثاني شيء يحفظ إنه عارف إنه جهازي بطاريتي تعبان. من استخدامك من أول مرة يعني ماني يعني إذا كان 12 بس من أول مرة يعني إذا كان جديد جهازي مشيك يوم كامل. أوكي. النوت تذكر استخدمته مشيك ولا مشيك يوم كامل؟ أنا مشين يومين أو ثلاثة، أنا بدي استخدامي اللايت بقوة خصوصاً في الأندرويد. يمشيك يوم كامل هذا، بس الحين على البطارية تعبان وانت يتقارن بهذا. بس عندك اي شيء تبي تقول عن جهاز ثاني كشاشه؟ لا لا, لا اللعب فيه عامه ببجي عادله فيه، حتى اللي هي التيمز مو بدخلين في النوتش وهذه ما ادري ليش بالضبط. طيب يمكن الحجم ماله والاوتو كروس فايز حق التطبيق. صعب شوي اللعب لان على حسب الحجم الحجم هذه يعني انا عشان العبه لازم اسوي كذا ما امسكه كذا يعني تبقى مسافه كذا وتلعب عادي ما يقول. هذا حجم الجهاز. والشاشة الشاشة لا مسكتها ما فيها شيء. الشاشة والكاميرات قلت لي اوكي الكاميرات اوكي. الفايف جي هذا طلعت قاعد اكلم الشباب دقيت عليهم هنا شابك على الوايرلس وايرلس واي فاي طلعت مشيت تحول اوتوماتيك يعني للفايف جي ولا حد قال شيء. يا عادي معروف انا الايفون حتى القديم نفس. لا اقول لك يعني ولا حد قال شيء ولا جات في يعني تعرف اللي قطعه. طيب وال5G ستيبلز عادل ستيبل ولا طيب الكاميرات تكلمت انت عنها خلصت، البطاريه تكلمنا عنها كثير، السبيكر تعبان ما حد ينكر. جهاز اصغر فالسبيكر مقارنه بالاجهزه اللي موجوده اكبر، فالسبيكر لو كنت تبي سبيكر لازم تاخذ اجهزه
أعلى، لكن أشخاص اللي هو الايربودز لا لا, ايه؟ لا هو هو يعني إذا كنت مثلا جهاز صوت عالي صوت ايه؟ عالي بس مو بنقي مو من عادة أبل مو من عادة أبل يعني بس جهاز غريب نوعا ما يعني مو جهاز لأن جهاز صغير مقارنة بالأجهزة الكبيرة بيكون صوت أفضل. هو بالعادة أبل أو قديما كانت تحط سبيكر صوت خفيف بس نقي أوكي. بس الحين حطينا هذا عالي ولا بنقي تقدر يعني مثلا اذا كنت جالس مع شباب ولا شيء تبي توريهم مقطع وفي فوضى في مكان ترفع الصوت ينفهم اوكي يعني مش يعني انت اذا رفعتها فوق واجد الحين ما يعني اللغه لو كنت تكلم عربي يقلب اردو لا يعني ما يصير يعني خربان واجد انه صعب تسمع يصير مكسر الصوت لا ينفهم يعني عالي طبيعي وصوت أوكي. عالي اوكي صوت اوكي بس انه مش مقارنه بالاجهزه الثانيه مش صوته معدل لكن السوق الموجه هذا لهذا الجهاز المني عندهم ممتاز راح يكون سبيكر يعني يعني اذا شريت حق شخص عمره 40 50 ما راح يقول لك سبيكر ومش واضح ولا شيء السوق الموجه حق الاجهزه دي لا لا اذا الاشخاص اللي ما يستخدموا الانترنت كثير او الاشخاص اللي مش لحق اليوتيوب مش لحق نتفليكس ما راح يشتري جوال يطلع فيه نتفليكس هذا انا اكلمك حق الفئه دي معينه حق السبيكرات يعني لا بس يعني حتى لو بتتابع في مسلسلات ولا شيء عادي الصوت اداء انا عارف يعني اتوقع ان الصوت مش واضح يعني كلش لا الصوت ينفهم يعني في الهاي اند البيس ما بعالي اوكي والترابل فيصير في الصوت ما بنقي بس تصير امورك طيب ليش سويت كذا ما ادري كمل زين الاشياء الثانيه ما في شيء لا ما في شيء غير كذا يعني مثل ما قلت انت تقول حق الشياب شاب طبعا في شياب كثار ما يتكلمون لسبيكر ما عليك الصوت عالي صجر ما بنقي بس عالي وينفهم تقدر تسمع اوكي لاني احد في شيء كثير الا طيب ما عليه خلينا بس ممتاز جدا احسن شيء فيه تكستينج بس مراسله تجلس جالس انا الحجم يعني ايه الحجم جلست امس وجالس قاعد اراسل محمد اخوي جالس اراسله بس ما عندي شغله قاعد اسال ايش تسوي قام يقول ما عندي شيء بس قاعد ازعجه ابي اكلم احد طيب ففي النهاية انطباعك النهائي ايش تنصح اي شخص يشتري بفئة الناس او الفئات اللي موجودة الحين انت استخدمت الـ 12 برو واستخدمت 12 ميني 12 برو ماكس مثلا بس لكن الفئتين ديلي اللي انا اقول اذا تبي تشتري ايفون جديد يعني عامة بتنقل ولا شيء ولا عندك ايفون قديم واجد اول شيء راح حق هذا لانه ما بنقصه شيء راح حق هذا وشوف حجمه هل انه ينفع لك اذا ما ينفع لك ارقى اكبر من حجم بس توفر فلوس راح حق المني وشوف جربه مسك شوفه ينفع غير هذا يعني ما وعشان توفر فلوس ولا شيء ما بنقص شيء اوكي ويعني انت تقول حق الاشخاص انه لازم تشتري له تتكلم عن البطاريه ممتازه خلاص اي لا ما يحتاج تتكلم عن البطاريه شحنتين فل يعني حرفيا يمشيك الدوام وبعد ما ترجع من الدوام تشحنه مره ثانيه ويمشيك الليل قبل ما تنام تركبه يشحن وتقعد من النوم تروح الدوام بس هذه هذه البطاريه الصاحيه اوكي بعد ما له شغل قدام لا مو كل جزء بس فعندك اي شيء تضيفه حق الاشخاص لا خلينا نشوف الحين الباتري هيلث مالي 100% ترى 3 ايام 4 ايام غلط بس انتظروا الريفيو حقي انا بس استخدمه واقول لكم ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه واشتراك في حسابي سناب شات شرفوا بضغطكم وعمل لايك للمقطع وانشر المقطع ولا تنسون يفضل دعاكم والسلام عليكم.